وعودة مشاهدينا إلى فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بالعاصمة الإدارية، حيث ينضم إلينا مباشرة مراسل أخبار مصر من هناك الزميل أحمد أبو الحسن. أحمد، أطلعنا إذن تفصيليا على أهم ما جاء في جلسات المنتدى حتى الآن، تفضل. يعني بعد التحية افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم الجلسة الافتتاحية أو الجلسة الأولى لمنصة مصر الخاصة بالاستثمار البيئي والمناخي. بالتأكيد هناك العديد من الوزراء وأيضا القطاع الخاص الذي دائما الدولة ما تسعى إلى مشاركة القطاع الخاص نظرا لتحقيق النجاحات التي تمت أو من أجل النجاحات التي تمت بالفعل قبل ذلك، ولذلك الدولة تستمر في هذا الموضوع بشكل كبير. ويسعدنا في هذا اللقاء أن يكون معنا السيد اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع لنتعرف منه على مزيد من التفاصيل حول هذا المنتدى. أهلا بحضرتك سيادة اللواء. أهلا بسيادتك فندم وأهلا بالسادة المشاهدين. سيادة اللواء مختار، بالتأكيد يعني الهيئة العربية للتصنيع كان لها دور كبير في هذا المنتدى الاستثماري البيئي المناخي في مصر، والذي تسعى الدولة إلى تحقيق المزيد من المشروعات من خلال هذا المنتدى وأيضا مشاركة القطاع الخاص. حابين نعرف من حضرتك دور الهيئة العربية في التصنيع في هذا المنتدى. الحقيقة النهاردة طبعا عقد المنتدى الاستثمار البيئي والمناخي في نسخته الأولى في مصر بتشريف دولة السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء المعنيين والمختصين من البيئة. والهيئة العربية للتصنيع شأنها شأن كل الجهات الوطنية المصرية تهتم بالبيئة وتهتم بالاستثمار في البيئة. هي احنا بنفكر منذ عدة أشهر في مشروعات بيئية، وفعلا وصلنا إلى المراحل شبه النهائية لثلاث مشروعات تخدم البيئة المصرية. المشروع الأول اللي هو احنا وقعنا مذكرة التفاهم بيه النهاردة في هذا المنتدى، وهو مشروع لإعادة تدوير الإطارات السيارات المستعملة. وحضرتك تعلم قضية إطارات السيارات المستعملة بتمثل مشكلة بيئية في المجتمع وفي مصر، وأحيانا بيساء استخدامها، ولذا كان يجب على الهيئة العربية للتصنيع أن تفكر في كيفية استغلال هذه الإطارات وتحولها إلى منتجات مفيدة. والحمد لله كان اتفقنا مع احدى الشركات الالمانيه اللي هي عندها تكنولوجيا عاليه ومتقدمه في مجال اعاده تدوير الاطارات، والنهارده اسمها انتك، والنهارده وقعنا معاه ولينا عده اشهر بنعمل معاه مفاوضات، وصلنا الى مرحله نهائيه ان وقعنا النهارده معاها اتفاقيه تمهيدا لان شاء الله انشاء مصنع لتدوير الاطارات المستعمله بتكنولوجيا ألمانية متقدمة، بنحولها إلى منتج اسمه المايكرو باودر. المايكرو باودر ده إن شاء الله طبقا لاتفاقنا مع الجانب للبيئة ده صديق للبيئة، وطبقا وما بقول لحضرتك من مشكلة بيئية اللي هي إطارات مستعملة نحولها إلى منتج مفيد للبيئة اللي هو المايكرو باودر. وطبقا للاتفاق مع الجانب الألماني ومع الشركة الألمانية إن شاء الله هي هتستورد المنتج بالكامل، وده في حد ذاته إضافة وجلب للعملات الأجنبية لمصر. فيما يستخدم هذا المايكرو باودر؟ بيستخدم في الأرضيات، صناعة أرضيات المستشفيات، عديد من المجالات المختلفة. بالضبط، في أرضيات، في يا فندم كمان مشروعات تاني تم التوافق عليها، في يا فندم مشروعات تاني، مشروعات بيئية. في مشروع حضرتك تعلم خشب الام دي اف اللي بيعملوا بيه الارضيات، احنا ان شاء الله وصلنا الى تقنيه برضو مع احدى الشركات الالمانيه وجربت هذه التقنيه لتصنيع ارضيات الام دي اف من سعف النخيل، وعشان كمان نقضي على مشكله بيئيه لسعف النخيل اللي كان بيترمي او احيانا بيسبب حرائق وخلافه.
اتفقنا الحقيقة مع محافظة الوادي الجديد ووزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع، هنعمل هذا المشروع إن شاء الله قريبا على أرض الوادي الجديد بالتنسيق مع إحدى الشركات الألمانية لتحويل ثعف النخيل إلى خشب الـ MDF للأرضيات. المشروعات يعني قوية ومشروعات مثمرة وصديقة للبيئة يعني تمت بالفعل، وهذا يعني نتاج لمؤتمر شرم الشيخ ومخرجات هذا المؤتمر التي نادى بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تفعيلها على أرض الواقع، وأيضا مشاركة القطاع الخاص. فيما يتعلق مشاركة القطاع الخاص يا فندم، في هل هناك تعاون مع شركات أيضا مختلفة في القطاع الخاص للاستثمار في البيئي في العديد من المجالات المختلفة؟ توجيهات القيادة السياسية وفخامة الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي لنا في الهيئة العربية للتصنيع الاهتمام بالتعاون مع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي، والحال المشروعات دي كلها فيها قطاع خاص، سواء قطاع خاص مصري أو قطاع خاص أجنبي، وده الحقيقة اللي بنهتم بيه في الهيئة العربية للتصنيع في المشروعات اللي احنا عايزين ننمي فيها دور القطاع الخاص وبالتعاون مع أجهزة الدولة متمثلة في الهيئة العربية للتصنيع. نهاية اللقاء بنشكر حضرتك سيادة اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وأيضا هناك جلسات ما زالت مستمرة للمنتدى الخاص بالاستثمار البيئي والمناخي في مصر، والذي افتتح الجلسة الأولى منه السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وسوف نتابع معكم مع نهاية هذا اليوم يعني تفاصيل الجلسات المختلفة وأهم النتائج التي سوف يسفر عنها هذا المنتدى الهام الذي تولي الحكومة اهتماما كبيرا وخاصة فيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص. لك يا زميل أحمد أبو الحسن مراسل أخبار مصر من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بالعاصمة الإدارية الجديدة، شكرا لك.